وشا. Tem que treinar dois apresentadores que tem aí. Ou tem que treinar o mesmo jogador com dois apresentadores. Isso é um jogo que não tem. Com todo o respeito, mas não tem uma formação de confiança. Portanto, ele tem condições para ter sucesso. Agora vai ter que aprender mais alguma coisa. بالنسبة للإسلام احنا كان في الفترة اللي فاتت عائشة اللي حصلت في نادي الأهلي كان من قبليها فترة في سلامة حوالي أربع أسابيع بيتكلموا في إن الإسلام والكلام ده مش في السنة دي بسبب ولكن الشعر اللي انا كنت كويس قوي ان كان النهارده السنه اللي جبناها في حاجه كبيره والشعر اللي انا كنت كشباب جبر نظر جدا هذه الموهبه هو اللي طلب في النادي الاهلي تعمل فتره معايشه فتره معايشه هي اسهل القدرات الحمد لله هايله ثقه في النفس اسمع عليه جميعا وبعدين في الحروب الثانيه هيك الفرق بتاع 12 مليون مش قصدي اسم ولكن رغم ان النادي الاهلي عنده مشكله السنه دي هو الفايكه مع مدرب واحد بس هو محتاج اثنين مدافعين ومحتاج تفرد صليب ومع ذلك احنا الهدف بتاعه الحمد لله مع النادي الاهلي ان هو يكون لاعب من النادي الاهلي مباراه من اليوم ولكن هيتم اعارته لاحد انديته الدوري الممتاز بيلعب مع السنه دي ومع بدايه السنه الجديده او من خلال لو ان في استبدال في يناير راح يكون اسلام موجود في النادي الاهلي وان شاء الله احنا كنادي مستقبل الفراعنه الامر اللي هيبقى لاعب كويس النهارده بنسلمه حاجه كويسه لمصر ان شاء الله ونقول له الف مبروك والحمد لله. وشوشة الموقع الفني الأول في مصر. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهواتي. www.washwasha.org